حاجات كتير في حياتنا بنعملها كل يوم وما نعرفش إنها ممكن تسبب لنا مرض سرطان القولون. 700,000 حالة وفاة سنوياً يسببها مرض سرطان القولون. بس الحياة ممكن تكون أفضل لو عشناها بشكل تاني. بالكشف المبكر عن المرض يمكن الشفاء منه بنسبة 95%. غير أسلوب حياتك واحمي نفسك من سرطان القولون.